السلام لي زعمي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كلكم مزيانين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. الفيديو درتو باش نقول لكم شنو وقع ليا، اللي قدرت شويه الحمد لله نصور هدار ونصور وندير الميك اب. شوفوا درت هذا الميك اب باش ما بقاش نبان لكم مريضه بزاف، حيت فريمون كنت حالتي وجهي صفر. محيه اللي كنت كنهضر بشويه ولا ما كنتش كنهضر زعما موقده، فهمتوا؟ حيت قاسي السخفه واحد شويه ديال لوبيراسيون. المهم درت هذا الفيديو باش نقول لكم شنو وقع ليا وباش نشكر الناس اللي خافوا عليا واللي بقاو كيسولوا فيا واللي بقاو كيصيفطوا لي لي ميساج وكيدعيو معايا. بغيت نشكرهم بزاف والله اللي خداكم عليا، فريمون عاونوني الدعاء ديالكم بزاف وعاونوا لي ميساج ديالكم بزاف 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 بزاف. الناس اللي ما عارفينش، انا ديجا كنت قلت لكم في واحد لا فيديو بلي غادي نفتح، كما لكم درتي غادي نخلي لكم واحد الفيديو اللي صورته لكم في النهار اللي قبل ما ندير فيه لوبيراسيون. كان كيسحب ليا فاش غنخرج من لوبيراسيون نقدر نصور لكم وتشوفوا حالتي وكلشي، ولكن فريمون المهم تشوفوا هذا الفيديو وغادي نعاود لكم شنو طرا ليا مورا لوبيراسيون وشنو داز ليا. وخا هذا الفيديو كنت كنبكي فيه الصراحه حيت كنت خايفه بزاف، ما تديوش على داك البكا اللي كنت كنبكي وشوفوا غير شنو كنقول. هاد الفيديو بغيت نديرو، على قبل باش تعرفو زعما قلت ليكم بغيت نديرو باش تعرفو أن الحياة ماشي كيما كتبان ليكم ديما، الحياة ماشي سهلة، باش تعرفو أن كلشي كيدوزو عليه دي مومون صعاب، شي حوايج لي مكنعرفوش راسنا كيفاش تولي حياتنا من وراهم. هادشي اللي بغيتكم تعرفو. الفيديو انا كان واسي فيه اي واحد مريض، اي واحد كيحس براسو ماشي مزيان سواء جسديا وغالبا ولا اي حاجه. انا درت الفيديو على قبله باش نقول لي انت ماشي بوحدك، وحتى انا عارفه راسي ماشي بوحدي، حيت انا ديجا قبل ما نوصل للمرحله مشيت للكلينيك بزاف، مشيت عند اطباء بزاف، شفت بزاف ديال الناس مرض، بزاف ديال الناس كتار مني ما عندهمش الصحه، كنبقى نقول الحمد لله. انا كنبكي دابا حيت غدا غادي نواجه واحد الحاجه مجهوله ما عارفاش. اول مره كنجرب هادشي، عمرني في حياتي ما تبنجت، عمرني في حياتي ما درتش اوبيراسيون، عمرني في حياتي ما فتحت من غير بنج ديال الضرسة. حيت مرة واحدة درت اوبيراسيون على ضرسة العقل، هادشي اللي كنعرف على البنج. واش اما لانستيزي توتال عمرني درتها؟ عمرني كل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. المهم غدا ان شاء الله عندي لوبيراسيون مع 7 الصباح، ودابا 2 ديال الليل وباقي مبغاش يجيني النعاس، ما كنحس بالنعاس نهائيا نهائيا، كنحس براسي بغيت نبقى غير نبكي، دو الاحساس اللي كنحس به دابا وصافي. ولكن غنحاول نعس، كنحاول نحبس البكاء وكنحاول نحبس هاد المشاعر الخايبين اللي كيجيوني، كنحاول نتحكم في هاد المشاعر الخايبين اللي كيجيو، كنحاول نبدل بشي حوايج بوزيتيف، كنحاول نفكر بوزيتيف، ولكن والو. كندور وكتجيني شي فكره في راسي، ولكن انا كنحاول نصبر في راسي. ان شاء الله يدوز كلشي بخير باش نقدر نحط لكم الفيديو، سينو راه بشتوني بشتكم، رجل في الدنيا ورجل في الاخره غدا. اي مهم مهم يا زعمي، ما عرفتش ما نقول لكم والله. المهم غدا الصباح غنفيق ونشرح لكم نشرح لكم لوبيراسيون كي دايره، شنو هما المخاطر اللي فيها، شنو هما بزاف د الحوايج وصافي. وغدا غادي نمشيو معايا للكلينيك باش ندير لوبيراسيون. يا ربي البكا نشوفو، نضحك على راسي ونقول هادشي كان ساهل، ما كيستاهلش البكا كله. يا ربي دويت معاكم وانا نتكلم، تخيلوا كانت شاداني واحد الهستيريا ديال البكا.
وشعلت الكاميرا بديت كنعاود لكم، حسيت بشويه رجعت فيه النفس. دابا غنمشي نعس واحد شويه، نحاول نقرا القران ونعس. تصبحوا على خير. دابا من مورا ما شفتوا هذا الفيديو قلت لكم بلي غادي تمشيو معايا لاكلينيك وغادي تدوزوا معايا كلشي كلشي، ولكن البنات فاش خرجت من لوبيراسيون ديجا خرجت دايخه بالبنج، دايخه بالبنج، وانا ما وصلت حتى شي واحد من عائلتي زعما باش يصورني. اصلا كنت فواحد الحاله الصراحه ماشي ديال التصوير، باش ما نكذبش عليكم كاين شي حوايج كيتبارطاجاو ولكن ماشي حتى لديك الدرجه، حيت فريمون كنت كنغوت كنرد زعما كل ساعه، يعني كنت حال شي حاله تخف انا مريضه ما كنتش ديال التصوير ديك الساعه. ولكن المهم بغيت غير نهز التليفون جاوب غير صحابي وداكشي، مع كلشي كيقول لي فاش تخرجي عافاك صيفط لينا ميساج قولي لينا غير زعما راني خرجت بخير وداكشي. حتى جمعت شعري فحال هكا حيت فين الصاد ما قدرتش نخليها هكا مطلق. المهم نكمل ليك، فاش خرجت قلت لكم من لوبيراسيون بغيت نهز التليفون غير باش نجاوب صحابي وداكشي، نقول لهم راني خرجت صافي زعما راه خرجت من العمليه. فاش كنهز التليفون البنات حتى غير كنشوف في الضو ديال التليفون كنبدا نرد، ما عرفتش اش من علاقه بين الضو ديال التليفون والردان، ولكن فحال هكا اون فوا كيشعل لي الضو ديال التليفون في عينيا كنبدا نرد. صراحه داك النهار داز صعيب، نقدر نقول لكم اصعب نهار عشتو في حياتي كلها ما نكذبش عليكم. الصراحه اصعب نهار، الالم اللي حسيت به داك النهار عمرني حسيت به في حياتي كامله. المهم داك الاحساس اللي حسيت به داك النهار شحال صعيب، الله يجعله مغفره الذنوب وصافي. صعيب بزاف، وانا البنج اثر لي على المعده بزاف وعلى المسارن وما عرفتش شنو دار لي، واحد الحريق في كرشي كنحس براسي غنموت وما فياش الرده فهمتوا. وكنقول لهم عفاكم، المهم هادشي ما عرفتش واش نعاودو لكم ولا البنات غيجيكم شويه كي مقرف، المهم البنات اللي فيهم كيعيفوا يدوزوا هاد اللقطه. كنقول لهم عفاكم خلوني ندير صبعي فمي باش نقدر نرد، كيقولوا لي لا ما ترديش، ما ديريش صبعك فمك خلي الرده تطلع بوحدها فهمتوا. كيقولوا لي خلي الرده تطلع راسها، انا باش غادي نخلي الرده تطلع راسها؟ وداك الشيء كيقطع فيا في كرشي، داك الشيء كنحس براسي كنتقطع. هذاك هو الاحساس اللي خلاني نحس بالموت، واخا كيدقوا لي البراوات فيهم لي كالمون داك الشيء والو. صافي هذاك هو اكثر احساس. تخيلوا انا الفتحه ما بقيتش مسوقه ليها، فاش طار البنج كنحس بالصداع ديالها حتى هي، ولكن داكشي اللي كنت كنحس به في كرشي اكثر من داكشي اللي كنت كنحس به هنا. تخيلوا معايا البنات ردان والفتحه هنا. المهم داكشي صعيب، انا مبغيتش نشكي عليكم ومبغيتش نخلع الناس اللي تابعهم شي اوبيراسيون، ولكن الحمد لله هادشي كيدوز علينا باش نعرفوا نحسوا بالناس اللي مراض ونحسوا حسوا بقيمه ديال الصحه ديالنا. داك النهار الاول فحال هكاك كنخليهم حتى كيغفلوا عليا وكندير صبعي وكنرد صافي، كنرد كنستراح شي نص ساعه كنتكى فيها فحال هكا كنغمض عينيا عاوتاني كيجدني الحريق. النهار كله دوزته بحال هكا صافي، نعست في الليل واحد النعسه مخاربقة حتى ما كنقدر ندور لا هكا لا هكا، راكم عارفين كتبقاو نعسي على جهه واحده، وانا ماشي من داك النوع اللي كيبقى نعس على جهه واحده. بعدا لما نعست على وجهي ما كيجينيش النعاس، واكثر نعسه كنكرهها هي نعس على ظهري، ما كنقدرش. ولكن مع العيا ديال البنج وداكشي واخا هكاك غمضت عينيا نعست شويه شي ساعات. في الصباح جاو حيدوا لي واحد اللعيبه هنايا كانت كتصفي الدم، حيدوها وما عرفتش علاش كنعاود لكم هاد لي ديتاي، ولكن المهم بحال كنت زعما كنصور لكم، انا دابا كنعاود لكم وانتم تخيلوا. صافي وخرجت من لاكلينيك في الصباح، جيت للدار تكيت شويه في العشيه ديال داك النهار، طلعت لي السخانه تنفخ لي هنايا. صافي عاد باش بديت كنحس بالحريق ديال الفتحه ديال بصح، وصافي بقيت كنبكي. داك النهار بقيت كنبكي داك السخانه طيحت عليا الضيم، وكنحس براسي وحق الله الحمد لله على نعمه الصحه، والله تهلاو في صحتكم. هذا ميساج مني لاي واحد عاش داكشي اللي عشتو، ما نبغيش العدويه ما نبغيش ليه، والله داكشي اللي عشتو شحال صعيب وشحال ديال الالام وشحال ديال عشو كنقول ما بقيتش باغا والو استر ربي، بغيت ما نحسش حتى حاجه غير نبره. المهم قلت لكم طلعت لي السخانه وبقيت نبكي وشداتني عاوتاني المعده
كنشربش الدواء، ما واكلاش مزيان، وجداتني عاوتاني معدا رديت عاوتاني داك النهار صافي. داك النهار طلعت لي في السخانة وبقيت كنبكي شحال بكيت باش بقى عاقلة. دابا انا علاش بديت كنبكي؟ حيت كنت ناعسة وفقت، فقت سخونة، فقت السخانة، السخانة ديال بصح عرفتوا داك الاحساس ديال السخانة كتحسوا براسكم مدقدقين يديكم ما كتقدوش تهزوها. صافي بقيت كنعيط على ماما وما عنديش الصوت والجهد باش نعيط، بقيت كنقول ماما ماما، وانا راه داك واقصى حد ديال الغويط نقدر نغوت، كنقول ماما وعاشو شي 20 مرة وماما ما سمعتنيش. سمعني خويا، ماما كانت هي ناعسة وشوية ويسمعني خويا جا عندي. خويا مسكين معرفش، حيت ماما هي اللي وراها في الكلينيك كيفاش تهزني كيفاش تجلسني، فهمت؟ خويا معرفش، وخويا حط لي يدوني وتوعدت فوقي صافي وجلست وبقيت نبكي نبكي. كليك كلم لي ماما صافي البنات شبعت بكا. شوفوا دابا راه باقا كندوي معكم وراسي بحال عوج ما كنقدرش نتبت راسي بحال هكا. الله عيت عيت، علاش كتسخفني الهضره؟ كتسخفني اي حاجه. حتى هاد المكياج ما درتو حتى سخفت. اما البنات جات عندي ماما داك النهار صافي شربت الدواء ديت وليت صافي شويه صافي، وبقيت بشويه بشويه الحمد لله كنتحسن. وليت كناكل وداك الشيء، وخا سخفانه كنشرب صراحه عرفتو. دابا وليت كنتابه الماكله ديالي بزاف والله، وديما غنبقى نتابه لها مزيان حيت عرفت راسي بانني ما كنتش كنرد البال لصحتي البنات كيما خاصني نرد لها البال. بقوتش ما تخلعت من البنج، وليت كنقول لماما يا انت غير قول لهم يفتحوا لي بلا بنج، انا ما غنصبر على داك الالم واقول لهم يحيدوا لي بلا بنج. فاش كتقول لي ماما واش انت مصطيه؟ لا ما يمكنش. كنت خايفه كنقول ناري تخيلوا نتبنج ما نفيقش، ما عرفتش. انا كنبقى نسمع شي قصص على البنج في تيك توك. نهار البنات اللي مشيت فيه لاكلينيك، مشينا لا ريسبسيون باش نعطيهم الوراق ديالي وداك الشيء، وما جبدوا لي ديك الورقه ديال خاصك تسيني زعما لا متي طرات لك شي حاجه وماما سوقهمش. وانا نقول لماما والله ما نسينيها، قلت لها ما نسينيهاش اختي، علاش نسينيها انا الا مت بحال الا مت اي يديروا لي شي حاجه اون توكا ما عندهم يديروا لي سوا سينيت ولا ما سينيت. ولكن المهم بقيت كنقول لها يعني هاد لوبيراسيون فيها ريسك بزاف، يعني راه تقدر طرا لي شي حاجه. تخلعت الصراحه ملي شفت هذيك الورقه وقريتها تخلعت وصافي. وجا الطبيب بقى كيدوي معايا، قال لي اي اوبيراسيون فيها ريسك نانانانانا، بقى كيشرح لي الطبيب صافي قنعني. مشيت سينيت الورقه وبقيت كنتسنى شي 3 السوايع حيت كانوا دي زوبيراسيون قبل مني عند نفس الطبيب. ايوا صافي وجاني الملل، وليت باغي غير نتبنج البنات صافي. عاوتاني هبطت البلوك وكيلبسوكم واحد اللبسه بيضاء صافي. ودخلت لديك البلاصه اللي كيديروا فيها لوبيراسيون، وكيبانوا لي جوج ديال البناجه صافي. تكيت بحال هكا كيبان لي الضو فوق مني جوج ديال البناجه وشي ثلاثه ديال الفرمليات وصافي صافي. وعاوتاني صافي ديك الساعه قلبي كيضرب كيضرب كيضرب. والبناج شنو دار البناج؟ بدا كيسول فيا وانا عايقه حيت كلشي بقيت كنسولو على البنج. قالوا لي غيبقى البناج يسول فيك يدوي معاك، كيقول لي شحال عندك من عام فاش كتقراي؟ قلت كنجاوبو بالزربه، قلت لي عندي 20 عام كنقرا في لافاك. وانا بدا نسولو انا جاوبتو بالزربه، وانا اللي قلبت عليه على دارو. انا بقيت كنسولو قلت ليه شوف، قلت لي اول حاجه انا ميته بالخلعه، شوف لي الطونسيون واش هو هذاك. بقيت كناكد ليه على الطونسيون كنقول ليه واش الطونسيون واش هو هذاك، كيقول لي هو هذاك. قال لي هو هذاك شويه، وانا نقول ليه قلت ليه انا باش غدير ليها دير ليا البنج اللي كيدار هنا ولا داك اللي في الماسك؟ قال لي ندير لك البنج اللي كيدار هنا. قال لي داك اللي في الماسك كنديرو للدراري الصغار، انت كبيره عليه وصافي. ما عرفتش علاش سولته اخر ويقول لي جاوبناك بزاف انت. حتى صدعت لهم راسهم بالاسئله قبل ما نتبنج صافي. شويه وما يديروا لي داك الماسك البنات صافي. قلت ليه عارفه كيفاش؟ قلت ليه عارفه كيفاش تبغي؟ قلت ليه واش درتي ليا البنج ولا باقي؟ قال لي باقي. قلت ليه عارفه كيفاش تبغي دير ليا البنج؟ علمني، حيت البنات بغيت نقرا القران ونشهد وداك الشيء، ولكن هو ما علمنيش صافي. داروا لي داك الماسك وانا نحس بواحد الدوخه في راسي، قلت صافي داروا لي البنج صافي. بقيت كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى ما عقلتش على راسي. بان لي داك بانت لي واحد الصفحه بيضه في الاخر صافي، بان لي داك واحد الضو بيض ولي عاقله عليه الاخر وعاقله كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اتفقت
فاش فقت البنات حليت عينيا، ماشي حليت عينيا، نشرح لكم، ما حليتش عينيا، انا كنت كنتخيل انني غنحل عينيا وغنلقى ماما حدايا وداك الشيء. فاش فقت بعدا انا باقا في البلوك، في البلوك لتحت، في البلاصه اللي درت فيها لوبيراسيون، غير هما حطوني في واحد القنيته في الجنب صافي، وكنسمع الفرمليات وداك الشيء شويه، ويدوز من حدايا وحده وهي تقول لي فقتي على سلامتك، ونقولها بغيت الرد. عتشوف فايقه بداك الوجع اللي وصفت لكم في الاول، قلت لكم شدني فايقه به من البنج، رديت وانا نبدا نبكي، ما رديتش ديك الرده، بديت كنبكي كنقولها بغيت ماما، دينا ماما بغيت ماما، وكنبكي بحال الدراري الصغار. درت الشوهه البنات الصراحه، ما كنتش كنتوقع من راسي هاد الحركات، زعما عندي 20 عام، والله حتى بقيت كنبكي وكنقول لهم بغيت ماما دوني عند ماما. صافي تقول لي، قالت لي سكتي واش بغيتي تطلعي عند ماما كنتي كتبكي؟ قالت لي غادي تخلعيها. صافي سكت، طلعوني عند ماما، صافي ما عقلاش ديك الساعه مزيان، قالت لي ماما كنتي حاله عينيك؟ قالت لي شفتيني وتي تنعسي. وصافي البنات، ومن وراها راه قلت لكم شنو وقع، انا بديت لكم من الاخر ودابا يلا عاودت لكم الاول. وشكرا على دعواتكم، والله الهلي خطاكم عليا. عاوتاني ري فاش وفاش حطيت ستوري وشفت شحال كتخافوا عليا، فرحت فرحت وحق الله، ما كنتش متوقعه هذا الحب كامل الصراحه، ما نكذبش عليكم بزاف، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، والله الله يخليكم ليا والله يحفظكم ليا، راني ما كنبغيش غير تضربكم ليا شي عين ونقوس ليا عليكم شي واحد، الله يخليكم ليا يا ربي. وان شاء الله دابا تحيد داك الستريس اللي كان عندي من جهه هاد لوبيراسيون. دابا البنات ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات زوينين ان شاء الله يا ربي. المهم نحاول ما نبقاش نغبر عليكم بزاف، مره رحت لكم فيديو على ما رجعت القوه ديالي 100%، وبقى نحط لكم شي 4 الفيديوهات في السيمانه وداكشي، وهذا الشيء اللي كاين. وبيزو لكم، وتسناو فلوغ قريبا، غنحط لكم فلوغ مورا الفيديو، شي فلوغ غادي يكون واعر واعر خطير. بيزو.